شوف دي لاي الستان اللي عمال تطلع من الكريت ما كانت ناجحه بس هلا صار في عنا دامج اوتبوت عمال بيطلع بطريقه جدا ممتازه. سكيتر بحاول انه يضطر يضرب هاي الرايت تكنيكس الدامج جدا بخوف بصراحه. مارين كنترولينج للروبيك، روبيك ممكن انه يقدر يعيش لكن حاليا بيطلع برا الفايت مع وجود عمار. ايس باث من الكريت مباشره ماكرو فاير الجيم بس خلص عماله بيروح. بي كي بي من اكس اكسس لكن الانشانترس رايت كليك ورا الثاني ممكن انه يموت هون على طول بيرجع جوا البيس راح يقدر انه يعيش لكن عمار بلش عندنا مرحله الضعف شايف حاله انه كثير قوي ضل موجود هون على طول في عندنا باي باك كات من زينكيو تمبر تشين من عمار بيطلع فيها برا قبل ما ياخذ تركليسس بنفس الوقت اكس ام مره ثانيه هون في عنده باي باك لو حب انه يرجع على الالوجن في اي لحظه بالنسبه لله تبعته جاهزه هل راح نشوف سواب ولا لا لكن مارين على منطقه تعني من الماب بحاول انه يكمل هذا التيم فايت في عنده سيت ابس عمار راح يقدر ياخذ الكل على اكس اكسس زينكيو لو اتش بي في عندنا هون ستان بالباش كانت عماله تطلع من مارين على طول اكس ام دائما جوات الالوجنز تبعه ما بيقدر يلعب هاي الجيم نهائي فالكونز 41000 راح يكونوا موجودين هم غالبا بالتوب 6 التب بتطلع على امي فالكونز مره ثانيه لسه عمالهم بيكملوا على هاي البيس الانشنت صارت لحالها موجوده التنين تبعهم محتار بدور بحاول انه يسيب حاله لكن مش معروف كيف عمار على طول بحاول انه يخلص على امي بده يخلص هاي الكلب قبل ما يخلص الجيم لكن راح يكون الفريق عنده اسرع جي جي راح تكون موجوده على طول اكستريم جيمنج تابينج اوت ومبروك لفالكونز التوب 6 يعني مبروك لفالكونز طبعا جيم جميل جدا منهم الصراحه تمبر سو بيك اتساب لعمار واحنا عارفين انه احسن تمبر في العالم يعني حتى كل البانل كان بيقول احنا هنا كنا بنقول الناس المشاهدين في البيت كانوا بيقولوا ان ده تمبر سو جيم بتلعب قدام يعني درافت سهل جدا كتمبر سو وفي نفس الوقت انت ما اديتش ريسبكت لعمار وفي نفس الوقت الايتمز بتاعت تور بليد انت معاك درافت ليه تجيب ساتانيك انا بالنسبه لي ده كان غلط خالص في الايتم تشويس الصراحه الامي انا عارف انه من احسن التوب بلايرز في العالم بس يمكن هو كان عنده تفكير مختلف شفنا الساتانيك ملهاش اي نوع من انواع يعني الامباكت في الجيم يعني جيم فظيع جدا الفينكس برضو اللي فاير انا بالنسبه لي كان هيكس هيبقى احسن حتى لو في فورس ستاف قدامك انت بتتكلم ان في روبيك دي كانت فورس ستاف وكان ممكن تعمل ليفت باك عندك اسباب ثانيه فالكونز لعبوا الفايتس يا جماعه بطريقه خطيره جدا فينشفل سبيريت حرفيا ما جاش الجيم احنا بنلعب قدام فينشفل سبيريت كل يوم عندك ساكن لايف ازاي تموته اصلا اول مره بتموته تاني لايف الجاكيرو بيك كانت عبقريه بتتكلم ان فينشفل سبيريت ينزل ميت اصلا من البيرست من التمبر سو بينزل من البيرست من الجاكيرو يعني الجيم كان جميل جدا جيم عظيم جدا كل ده ولسه عندنا جيمز كتير 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 يعني كده احنا بنتكلم فالكونز خلاص توب 6 فعلا ولسه عندنا اكستريم هيبقوا موجودين تحت هيلعبوا ارورا على ما اعتقد بالغالب اتوقع انه راح يلعبوا ضد تيم ارورا لكن حاليا بالنسبه لنا الحدث اللي راح يكون فعلا مهم انه فالكونز صار موجود في التوب 6 يعني في الترتيب حاليا عمالهم بيضمنوا في اغلب الجيمز تبعتهم لو نطلع على بطوله الانديه 2600 بعاد عن المركز الثاني اللي وراهم 1600 وحاليا في دوتا 2 بيوصلوا للمركز الثالث بالتالي دخلوا مرحله النقاط